أبنائي أحبائي طلبة الشهادة الابتدائية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مدرسة على الهواء ومادة الرياضيات. اسمحوا لي في بداية حلقتنا أقدم التهنئة لكل أم بمناسبة عيد الأم يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. كل سنة وأمي طيبة، وكل سنة وجميع أمهات مصر بخير يا رب إن شاء الله. مستر إبراهيم، بنرحب بحضرتك في بداية حلقتنا. أهلا الله وسهلا مستر يخليك يا إبراهيم. مستر روس، اهلا بيك واهلا بكل اولادنا حبايبنا، وكل سنه وكل الامهات طيبين وبخير. كل اولادنا اللي ما تنسوش تقولوا لماما كل سنه طيبه، واللي مامته متوفيه يقرا لها الفاتحه ويقول لها برضو كل سنه طيبه، وكل سنه وكلكم طيبين يا اولادي. ابنائي احبائي، انصحكم في بدايه حلقتنا نصيحه تربويه: اوعى حد من ابنائي واحبابي يزعلوا مامتهم، اوعى. خلي بالك، ادوكوا شايفين اتصالات ماما بتتصل عشان تعرف اجابه السؤال وتشرح لك الايه المساله. ابنائي احبائي، انا وعدتكم ان الحلقه لو خلصت وما جاوبناش على اسئلتكم هنجاوبها الحلقه اللي جايه، زي بنتنا فاطمه من سواج الحلقه اللي فاتت جابت لنا سؤال يا مستر ابراهيم عن المعادلات. هو السؤال خارج كتاب المدرسه، ولكن انا بكرر تاني يا جماعه، ارجع لكتاب المدرسه بعد ما تحل كل التمارين اللي فيه، هات من بره مفيش اي مشاكل خالص. بنتنا فاطمه اللي متابعانا، يلا يا فاطمه. السؤال يا مستر مين بيقول: اوجد قيمه سين. اوجد قيمه سين، قيمه سين سين ناقص واحد على سين ناقص واحد على اربعة بيساوي خمسة صحيح وثلاث ارباع. كسر خمسة عدد كسر. وثلاث ارباع. اتفضل يا مستر. طبعا ولادي حبايبي كلنا خدنا خواص التناسب، وعرفنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، نسبة بتساوي نسبة، وده تناسب. طب يا مستر ابراهيم لازم اعمل ايه في الكسر ده؟ هنرفع الكسر، يبقى هنقول له الطرف اليمين اهو ارفع الكسر يلا معايا، 5 × 4 = 20 و3 = 23. طيب يبقى انا رفعت الكسر 5 × 4 وجمعت عليها 3، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. وممكن اقول طالما المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى ممكن اقول له س ناقص 1 بتساوي 23، وبقت معادلة عادية جدا. يبقى هنقول له حبايبي في ورقة تانية، هنقول له س ناقص 1 بتساوي 23، بقت معادلة عادية جدا بإضافة 1 إلى الطرفين أو بنقل السالب 1 إلى موجب 1 والاثنين صح. يبقى نقول له بإضافة الموجب 1 للطرفين. يلا يا ولادي، يبقى س ناقص 1 وحط عليها موجب 1، و23 حط عليها موجب 1. اللي باين بس يا مستر الورقه بعد اذنك عشان نشوف بإضافة موجب موجب 1 واحد للطرفين. للطرفين قلنا عشان نتخلص من السالب ايه؟ من السالب السالب 1. واحد. يبقى انا هضيف الموجب 1 للطرفين اهو بيننا، يبقى س بتساوي 24. يبقى اذا ولادي حبايبي الس ب 24 شيل منها 1 يبقى 23، 23 على 4 فيها 5 و3 ارباع. يبقى فعلا رفعنا الكسر يا فاطمه وسوينا الاثنين ببعض، وحاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسط. شكرا ليك. ده كان سؤال فاطمه الحلقه السابقه من سوهاج، وتحياتي لابنائنا في سعيد مصر. ولا يا مستر موضوع حلقتنا ايه النهارده؟ انا هقول لك، بس تعالى قبل ما اقول لك موضوع حلقتنا النهارده افكرك احنا خلصنا معاك ايه. احنا خلصنا معاك الوحده الاولى اللي بعنوان مجموعه الاعداد الصحيحه بما فيها من دروس، وخلصنا معاك الوحدة الثانية اللي هي المعادلات والمتبينات، وبدأت معاك في الوحدة الهندسة، الوحدة الثالثة وحدة الايه الهندسة. أول درس هناخده في حلقتنا النهاردة المسافة بين نقطتين على مستوى الإحداثيات، وهنشوف مع مستر إبراهيم إما يطلب منك المسافة بين نقطتين بنجيبها إزاي. اتفضل يا مستر طيب. إبراهيم. كل ولادي حبايبي، أولا يعني إيه كده المسافة بين نقطتين؟ أنا دلوقتي عايز أقيس ما بيني وما بين الكاميرا، هي دي اسمها المسافة بين النقطتين. لو أنا جيت قست المسافة ممكن تتقاس بأي وسيلة من وسائل قياس الأطوال زي المتر وزي المسطرة، كل الحاجات دي بتقيس لي البعد بين النقطتين. طب مستر إبراهيم، أنا دلوقتي عندي نقطتين في مستوى الإحداثيات، وجيت رسمت النقطتين دول فجالي قطعة مستقيمة بتوازي محور السينات، عايز أجيب المسافة بينهم، لو دي أ ودي ب ازاي اقيس المسافه بينهم؟ ممكن تقيس بالمسطره، دي حاجه. تاني حاجه ممكن نعمل قانون، خلي بالك من القانون ده معايا. لما اجي اقول لك الف بتساوي 2 و5 وب 3 و5، عايز اجيب طبعا الف بتساوي 2 و5 وب بتساوي 3 و5، 2 ومعاها 5 و3 ومعاها 5. لما تيجي ترسمها بص كده معايا، كل ولادي حبايبي بصوا، اول نقطه اول الزوج مرتب ده عباره عن س وص، طالما الصادات زي بعضهم
طالما الصاد الاحداث الصادي زي بعضه يبقى القطعه المستقيمه دي بتوازي السينات. ايه ده مش فاهم؟ طالما الصاد زي بعضه يبقى القطعه المستقيمه دي لما ترسمها هتلاقي بتوازي محور السينات. طب مستر ابراهيم ازاي اجيب المسافه بين الف ب؟ ازاي اجيب طول الف ب؟ طول الف ب هي القيمه المطلقه. يعني ايه قيمه مطلقه؟ القيمه المطلقه يعني اللي هيطلع لك ده لازم يطلع بالموجب لانك بتقيس البعد، وتقول له الف ناقص ب، ب ناقص الف، الاحداثي بتاع الب اللي هو 3 ناقص الالف اللي هو 2. يبقى طب وما اخدش النقطه المشتركه؟ لا يا مستر ما اخدهاش. يبقى 3 ناقص 2 تديك 1، 1 وحده طول. ليه قلنا وحده طول؟ ممكن وحده سنتي، وحده المتر، وحده الكيلو، يبقى دي اسمها وحده الطول. يبقى لما اجي اجيب المسافه بين نقطتين القيمه المطلقه لو انا عايز الف ب بقول له ب فرق الالف. كتير جدا يا اولادي حبايبي ما بيعرفوش اصلا يحطوا النقطه في الشبكه التربيعيه لو في مستوى الاحداثيات. فمعايا رسمه مرسومه هنحط النقط وبعد كده نجيب اطوال من خلال الرسمه. هو ده القانون المستخدم بس لايجاد البعد. تعال نشوف مثال. ادي ورقه رسم بياني قدامنا، كل ولاد حبايبنا معايا. ادي الف ودي ب ودي د ودي ج. يلا يا ولادي مين يقدر يقول لي نقطة ألف هي كام وكام؟ استاذنك ننوه بس ان السؤال ده في كتاب المدرسة صفحة 26 تمارين 3-1 يا جماعة. كتاب يلا. المدرسة صفحة 26 السؤال رقم 1. تمام. ما ترسمش مع المستر ولكن افتح كتابك، المسألة موجودة فيه. مرسومة جاهزة. صفحة 26 رقم 1 اتفضل. يا ولادي نقول نقطة ألف كام وكام؟ ألف الألف أهي. ألف 3 ومعاها 5. يبقى ألف دي هتبقى النقطة 3 و5. طيب عايزين نجيب ب، ب كام؟ لا يا مستر ده ب 0، هطلع من عند 0 0 و1. يبقى ب 0 و1. طب ج، ج سالب 3 اهي ومعاها 5، سالب 3 ومعاها 5. طب د، د 0 ومعاه 9. تاني يلا، ليه بدأنا بالسين؟ لازم نبدأ بالسين، نشوف سين كام ونطلع للصاد. ادي جبت الف وجبت ب وجبت ج وجبت د، وده كان الثلاثه مطالب. اول حاجه بقى بيقول لك هات لي طول الف ج، طول القطر ده. طبعا الشكل ده هيبقى معين، احسب طول القطر الف ج. والله واحد راح عامل كده المسطره وراح قيسها. طالب تاني قال طب ما دوت بيوازي محور السينات. لما اجي اجيب الف ج يا مستر اهي، الف ج يا اولادي حبايبي تمام معايا، يبقى اقول له ايه؟ ج ناقص الف. طب الجيم هنا كام؟ سالب 3 ناقص 3. يبقى لما اجي اجيب له الف جيم هيبقى القيمه المطلقه لجيم ناقص الف يعني سالب 3 ناقص 3، تطلع 6 وحده طول. هي تبقى سالب 6 بس تحت القيمه المطلقه هتبقى موجب 6. يبقى انا كده جبت الف جيم. طيب يلا نجيب ب د. طب لما اجي اجيب ب د ها، يبقى القيمه المطلقه لد ناقص ب. طب صفر السينات زي بعضها، يبقى ده بيوازي محور الصادات او منطبق على الصادات عشان دي صفر. 9 ناقص 1 يبقى 8 وحده طول. عرفنا ازاي؟ السينات زي بعضها، اخد الصادات 9 شيل منها 1 يبقى 8 وحده طول. يبقى انا بكده اكون جبت قطرين المعين وجبت الاربع نقط بتوع المعين. طيب ولادي حبايبي مين فاكر مساحه المعين بتاعت سنه 5؟ مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب القطرين. يبقى لما اجي افكرك بمساحه المعين هتقول لي نص حاصل ضرب القطرين، يعني ا ج في ب د. يبقى نص القطر ا ج كام يا ولادي؟ ا ج جبنا 6. طب والقطر ب د جبناه 8. اضربهم في بعض يديك 24 وحده مربعه. ليه قلنا وحده مربعه؟ لانها وحده المساحه. يبقى السؤال ده من قلب كتاب المدرسه، حددنا النقط على الشبكه التربيعيه، جبنا الاطوال. يبقى اذا يا مستر يسري حته البعد بين نقطتين لازم يكون القطعه بتوازي محور السينات او محور الصادات او محور الصادات. لو طلعنا واحده يا مستر بيقولها، طيب يا مستر لو انا رسمت قطعه مستقيمه على المستوى الاحداثي وما كانتش بتوازي لا محور السينات خلاص ولا محور الصادات، يبقى نقيسها بالمسطره. بس هي مش عندنا بقى، ان شاء الله بالقانون تاخدها في الاعدادي باذن الله. تمام، ونقيسها بالمسطره. ممكن نقول له مثلا لو لقينا 3 ونقول 3 وحده طول. تمام كده. كان السؤال دوت يا ولادي اللي في صفحه 26 في كتاب المدرسه. اتفضل يا مستر يوسف. يبقى احنا خدنا ايه بقى؟ مصطلح جديد خالص على ودننا اسمه الاحداثيات، مستوى الاحداثيات. خلي بالك
وخدنا حاجه كمان برضو جديده على ودننا، الزوج المرتب. طب تعال بقى نشرح اللي قاله مصرم بالراحه كده على المثال اللي حطه على الشاشه. ارسم في مستوى الاحداثيات، مصطلح جديد اهو، الازواج المرتبه للاعداد الصحيحه، ومدي لك ثلاث نقاط. ألف بتساوي الزوج المرتب 4 و3، ب بتساوي الزوج المرتب سالب 2 و3، الزوج المرتب سالب 5 سالب 2 وسالب 5، ثم اوجد من الرسم طول ا ب وطول ب ج. انا عايز بس اقول حاجه، الزوج المرتب ده ليه احداثيين، الاحداث الاول هو ده السين، يبقى الاول على طول سين، الاحداث الاول هو احداث السيني، والاحداث الثاني على طول على محور الصادات. يبقى عرفنا الزوج المرتب سين وصاد، خلاص كده اتفقنا. طب ايه مستوى الاحداثيات ده يا مستر؟ مستوى الاحداثيات يا شباب هو الشبكه التربيعيه اللي قدامك على الشاشه، ادي محور السينات وادي محور الصادات. نبتدي هنا النقطه دي صفر او واو، بنرمز لها بالرمز صفر اللي هي ايه؟ نقطه تقاطع المحور الافقي والمحور الراسي. والناحيه اليمين خلي بالك موجب 1 و2 و3 و4 و5 و6، اذا ده تبقى السين الموجبه. والناحيه اليسار سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 وسالب 5 وسالب 6. يا مستر لازم نعمل كده يا حبايبي، هي دي مستوى الاحداثيات، شبكه تربيعيه، محور سيني ومحور صادي، الاعداد بتتكتب الصفر نقطه تقاطع المحورين، اليمين 1 2 سالب 1 وسالب 2. طب محور الصادات اللي هي بقى اللي فوق هتبقى صاد الموجب 1 2 3 4 5، واللي تحت سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. فاكرين ا كانت بتساوي كام؟ اه يا مستر فاكرين. طب يلا احنا قلنا الزوج المرتب الاحداث الاول هو ده السين، كانت بكام؟ برافو عليك وخلاص، كانت اربعه. اربعه اهي شايفين يا بشاور بالسهم وضع على الشاشه، ادي اربعه وتني طالع للثلاثه، نقطه تقاطع الاربعه مع الثلاثه، وخلي بالك الاربعه السيني والثلاثه الصادي، احط نقطه ونسميها الف. طيب ب بقت سهله خالص بقى، ب كانت المستوى السيني سالب 2 والصادي 3 وادي ب. يبقى اما اجي اقول لك لو بصيت لما نيجي نرسم القطع المستقيمه ا ب هتلاقيها بتوازي محور السينات، اعرف اجيب قطع طول القطعه بالقانون احنا قلنا عليه. طيب وجيم؟ قال لك جيم لا، سالب 2 اللي هو السين الاول يا جماعه وسالب 5 وادي نقطه ايه؟ جيم. ونرسم القطع المستقيمه، ادي رسمت انا القطع المستقيمه ا ب ورسمت القطع المستقيمه ب ج، وملاحظين معايا ان ا ب بيوازي محور السينات وب ج بيوازي محور الصادات. دي الشبكه التربيعيه يا جماعه. خلاص؟ يبقى انا بقول لك على مستوى الاحداثي ارسم المحورين وحط النقط بتاعك بزوج مرتب. طب تاني مطلوب ايه؟ ده تاني مطلوب عايز طول ا ب. طول ا ب على فكره ليه حطيناها جوه قيمه مطلقه؟ لان مفيش طول بالسالب، الطول بالموجب، ولذلك حطيتها جوه قيمه مطلقه عشان لو طلع لك بالسالب لا 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 القيمه المطلقه تطلعها لك بالموجب. وخلي بالك القانون بيقول لك ايه؟ نقطه النهايه، شوف انت نهيت بايه؟ ناقص نقطه البدايه، يعني ا ب، يبقى القيمه المطلقه ب ناقص ا. القيمه المطلقه اللي عايز طول ج د، يبقى القيمه المطلقه د ناقص ج. عايز طول س ص، يبقى القيمه المطلقه ص ناقص س، نقطه النهايه ناقص نقطه الايه؟ البدايه. نعوض بقى بالاحداثيات بتاعك، سالب 2 وادي سالب 4، واحد يقول لي اه تطلع بسالب 6، اقول لك لا ده جوه قيمه مطلقه تطلع ا ب بيساوي 6 ص. طيب يا مستر عايزين طول ب ج، بقت سهله. يلا الشباب اللي بيشاهدونا دلوقتي حلها قبل يلا معرض الاجابه، ها برافو عليك. يبقى ج ناقص ب، ها القيمة المطلقة سالب 5 وسالب 3 سالب 8، لا لا يا مستر ده جوه قيمة مطلقة يطلع 8 سم. يبقى في بداية حلقتنا أحبائي لازم أن تكونوا فاهمين يعني إيه مستوى الإحداثيات، ولازم تكون فاهم إزاي بمثل النقطة على مستوى الإحداثيات، قلنا بالزوج الإيه؟ المرتب، ولازم أن تكون فاهم إزاي بتجيب طول القطعة المستقيمة، قلنا جوه قيمة مطلقة عشان تطلع لك بالموجب عشان مفيش طول بالسالب، النقطة النهاية ناقص نقطة الإيه؟ البداية. كده مستر ابراهيم احنا غطينا اللي هو المسافه مسافه بين النقطتين. طب حضرتك هتقول على حاجه على المسافه ولا نتنقل نقطه جديده؟ لا خلاص كده هي المسافه بين النقطتين يعتبر هي سهله خالص، لان سهله غطيناها كده بمثالين فكويس قوي. طب يا مستر ابراهيم الثاني جزئيه هنتكلم فيها التحولات الهندسيه، تمام. عايزين نعرف بس قبل ما ناخد اللي عندنا في سنه سته انواع التحويلات ايه يا مستر ابراهيم؟ تمام. كلمه تحويله هندسيه، تحويله هندسيه
تغيير في وضع الشكل اللي قدامك بأي خطوة من الخطوات اللي قولها لك. يعني ايه مستر تغيير؟ مش فاهم انا. يعني مثلا اجي اقول لك القلم دوت اتفضل انقله من الترابيزه دي الى عند استاذ يسري، يبقى دي اسمها تحويله، لان تغيير في موضع القلم، غيرت مكانه. غيرت المكان بتاعه ونقلته، يبقى اذا ده اسمه انتقال. طيب حاجه تانية، ممكن اجي اقول لك هو انت بتشوف القلم او مثلا ايدك اليمين، حط ايدك اليمين وشوف صورتها جوه المرايه، يبقى ده اسمه انعكاس. يبقى التحويلات الهندسيه اما انتقال واما انعكاس واما دوران. يبقى تغير في وضع الشكل بصوره من الصور الهندسيه يسمى التحويله الهندسيه، واحد التحويلات الهندسيه انتقال قلناه، وقلنا انعكاس والدوران. دوران، دوران ده بقى منتشر. حاجه بالدوران بسيط قوي، كنا رحنا الملاهي وركبنا السلسله، كل شافها وشاف ان انت بتدور حوالين الراجل اللي واقف في النص، العامل اللي بيشغل لك السلسله، ده اسمه دوران. يبقى اذا عندي ثلاث تحويلات هندسيه، انتقال، انعكاس، دوران. في كتاب المدرسه يا مستر يوسف، قبل كتاب المدرسه يا مستر نلخص بس انواع التحويلات عشان لو قال لك اكمل، انعكاس، دوران، انتقال. وناخد تليفون من القليوبيه بنتنا مروه. الو. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مروه؟ ازي حضرتك يا مستر؟ اخبارك ايه؟ انا كويس. في حاجه ما انتش فاهمها يا مروه؟ عندي عايز اسال سؤال في صف 57 في كتاب التجريبات. صف 57. يلا شباب ابنائنا، 57 سؤال جايباه مروه من القليوبيه. 57 رقم كام يا مروه؟ 11 الف وب وجيم وجيم ودال. ايه يا مروه انت جايبه الف وب وجيم ودال؟ مروه انت جايبه الواجب بتاع المدرسه ولا ايه؟ لا. طب ماشي. طب في حاجه ثانيه يا مروه؟ يا اختي عايزه تسال. اختك؟ سنه كام؟ سنة كام اختك يا مروه؟ سته؟ انتوا توأم يا مروه ولا ايه؟ احنا توأم. ماشي يا حبيبي. اتصلت بينا قبل كده. ماشي يا مروه. هاتي لي اختك اسمها ايه؟ مريم. ايه؟ مريم. مريم. تعالي يا مريم. اللي كانوا من اسكندريه يا مستر التوأم اللي كانوا اتصلوا بينا. ازيك يا مريم؟ الو، زي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. انت عايزه تسالي يا مريم مش كده؟ طيب اختك مروه جابت لنا اسئله يا مستر من كتاب المدرسه. وانا قبل ما اقولها على الهواء انا عايز بس اقول لمريم، انت شفت الاسئله اللي اختك جايباها يا مريم؟ ايوه انا شفتها. انا اصلا حليتهم، بس عايز اقول لحضرتك الحل، وعايز حضرتك تقول لي وضحه ولا لا. جميل جدا. تمام. يبقى على الهواء مباشره معانا التوأمان من القليوبيه مروه ومريم مع مصر ابراهيم. طب نقول بقى السؤال الاولاني كده. يلا السؤال بيقول لي اكمل العدد الطبيعي التالي. العدد الطبيعي التالي، التالي للعدد الطبيعي س زائد 1. للعدد الطبيعي س زائد 1. س زائد 1. يا مروه. يلا يا مروه. يا مريم. مريم، انا قلت ان هو هيبقى س زائد 2. طب اسالك سؤال يا مريم، انت بنت شاطره بقى، خلي بال حضرتك مروه اللي مش عارفه، فمريم اللي بتجاوب. مريم انت اللي جاوبتي صح؟ انا مريم. ماشي، بص يا مريم معايا، انت شاطره يا مريم وجاوبتيه صح. انت قلت ان س زائد 1 بعديه س زائد 2. طب اسالك سؤال يا مريم، لو س زائد 1 دوت عدد زوجي، الزوج اللي وراه اللي بعديه على طول التالي ليه هيبقى كام؟ التالي س زائد 1. انت فرجي؟ لا انا بقول لك لو س زائد 1 ده كله على بعضه عدد زوجي، الزوج اللي بعديه. او واحد يقول لك هو الواحد ده زوجي موجود يا مستر السؤال ده اصلا موجود في الترتيبات. موجود. فناخد واحده واحده كده علشان هو موجود. انا عايز بس اشوفها. س زائد واحد عدد زوجي رقم جيم. هي الزوج اللي بعديه هيبقى ايه يا مريم؟ ها؟ س زائد 3 ولا 2؟ لا 2. طيب بص يا مريم، نبدا بدايه. مريم انت قلت س زائد 2، انت شاطره. يبقى يلا يا مروه خلي بالك، مريم اخت بنت اختك جاوبت السؤال بيقول العدد الطبيعي. نكتب يا جماعه في كتاب المدرسه يا ريت، العدد التثلاثات 57 رقم 11 الف، العدد الطبيعي التالي للعدد الطبيعي س زائد 1 هو س زائد 2. السؤال الثاني يا مستر رقم ب، تمام. العدد الصحيح السابق. الصحيح.
للعدد الصحيح سين ناقص واحد هو، ومعانا مريم لسه على التليفون هي اللي بتجاوب. مريم. نعم. العدد السابق يعني ايه يا مريم؟ يعني اللي قبليه صح؟ اللي قبله. طيب سين ناقص واحد اللي قبليه يبقى ايه؟ سين ناقص صفر. لا. ها؟ اثنين. سين ناقص واحد لما سين ناقص ايه؟ واحد. مش انت يا مريم، بص يا مريم. سين ناقص اثنين. برافو عليك يا مريم. هو انا لو عندي خمسة اللي ناقص واحد؟ طيب سين ناقص واحد، يلا اطرحي كمان واحد، يبقى سين ناقص واحد وناقص واحد يبقى سين ناقص اتنين. ايه رأيك؟ انت بنت شاطرة يا مريم، صح كده؟ يبقى سين ناقص اتنين. اللي بعديها مستر يوسف. خليكي فاكرة بقى اللي قاله مستر من شوية، لو فردي أو زوجي بتزودي بالاتنين. اللي بعدها مستر بيقول عددان فرديان متتاليان. عددان فرديان أصغرهما سين متتاليان. أصغرهما سين أصغرهما سين فيكون الأكبر كام؟ يلا يا مروة. مريم، مروة يا مريم معايا؟ أيوة. يلا يا مريم. عددان لو مروة عارفة اديها التليفون يا مريم. ها؟ عددان فرديان. ايه فرديان؟ انت بتغششها بس. بس الكاميرا مش جايه. عددان فرديان. زود معايا مريم. حاضر. انا مروه. ماشي يا مروه. يلا يا مروه. بص يا مروه، عندي عددين فرديين يا بابا، الاولاني سين، اللي بعديه يبقى ايه؟ سين زائد اثنين. شاطر والله شاطر. بالاثنين بقى، تمام. فردي وزوجي نزود بالاثنين. يبقى لو فردي وزوجي ازود بالاثنين، انما متتاليان لا، ازود واحد او اطرح واحد لو قال السابق. خلاص يا مروه نكتبها مصر عشان الشاشه. يبقى اذا عددان فرديان متتاليان اصغرهما سين، يبقى الاكبر سين، يبقى الاكبر سين زائد اثنين. اخر حاجه وهنختم مع مروه ومريم، عددان زوجيان يا مستر متتاليان برضه، زوجيان بقى المره دي، زوجيان اكبرهما متتاليان اكبر كبير بقى سين زائد 3 اكبرهما. يلا حلو. الاصغر كام يا توأمان؟ ها سين زائد 3. الاصغر بقى لا، يعني ايه الصغير؟ يعني اللي قبليه بقى. ها الزوج اللي قبليه هيبقى كام؟ ها بقى سين ناقص واحد. لا زائد واحد. زائد واحد. تمام برافو عليكم، عشان بتطرحي اتنين منها يا مارو. تمام سهله. شكرا يا ولادي، انتوا شاطرين. مروه ومريم من الليوبيه، وشكرا. واي حد مش فاهم اي حاجه على طول لا تتردد اتصل بينا فورا، نشكركم. شكرا لكم. يبقى احنا خدنا يا مستر كده خلاص، قلنا الايه مستوى الاحداثيات. تمام. والتحولات الهندسيه، التحولات الهندسيه بانواعها قلنا ثلاثه يا جماعه. لو اقول لك اكمل، الانعكاس والانتقال والدوران. امال ايه اللي عندنا في الصف السادس ماده الرياضيات الفصل الدراسي الثاني؟ انعكاس ولا دوران ولا انتقال؟ خلي بالك الانعكاس احنا واخدينه في الصف الخامس، خلي بالك. اذا والدوران ان شاء الله تاخده في الاعدادي. اذا ايه موضوعنا بقى النهارده في التحويلات الهندسيه؟ الانتقال. الانتقال. في البدايه تعريف الانتقال، يعني من اسمه كده انتقال. بابا وانتوا قاعدين بتتفرجوا على المسلسل راح قال لك ايه؟ يا محمد او يا احمد او يا داليا او يا بسمله، لو سمحتي اتفضلي شيلي كوبايه الميه ديت وانقليها. فحضرتك رحت ماسكه كوبايه الميه ورايحه مش عارفه توديها فين. يا شو غلط، لازم تساليه بابا، تقولي له يا بابا انقل الكوبايه الميه دي اوديها فين. يبقى الانتقال هو تحويله هندسيه يلزم لتعيينها معرفه اتجاه الانتقال. ما ينفعش واحد ينقل اقول له انقل مثلا انقل الشنطه دي، يقوم شايل الشنطه وراح يلف الشقه كلها. الله، ده نسيت اسال بابا وانا انقلها اوديها فين. يبقى لما حد يقول لك انقل حاجه تساله انقلها اوديها فين، اللي هو اتجاه الانتقال. تاني حاجه قيمه الانتقال او مقداره. انا لما لو سمحت انقل الفازه من هنا وديها، هتقول لي يا بابا اوديها فين؟ هقول لك ودي الفازه مثلا في اوضه النوم. هتقول لي يا بابا النوم ده ما تقولش غلاس، لا ده الصح. تسال على مكان الانتقال ومقدار الانتقال. يبقى الانتقال تحويله هندسيه يتعين تعريفها او يلزم معرفتها مقدار الانتقال واتجاه الانتقال. فعش تنقل اي حاجه من غير ما تعرف انت راح توديها فين ومقدار الانتقال قد ايه واتجاهه فين بالظبط. ده كان تعريف الانتقال. طيب هل ممكن نعمل شكل هندسي في الشبكه التربيعيه ونعمل له انتقال في مستوى الاحداثيات؟ ده من اسهل الحاجات اللي لازم حضرتك تخلي بالك معايا، لانه ده سؤال في امتحان نص السنه ان شاء الله في اخر السنه. تعالوا مع بعض نشوف حاجه بسيطه قوي. بس لو عندي زوج مرتب الف 2 و5، الف زوج مرتب 2 و5،
وعايز اعمل لها انتقال، عايز اعمل لها تحويله هندسيه اسمها انتقال. بيقول لك س زائد واحد وص ناقص اتنين، يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الف هتبقى صورتها الف شرط الصوره، معناها ان السينات هتزيد واحد، لان بيقول لك س زادت واحد، زادت يعني زائد واحد يعني، وص نقصت اتنين، يبقى السين هتزيد واحد يبقى اتنين، وواحد تبقى تلاته، والصاد هتقل اتنين، صاد اللي هي خمسه ناقص اتنين هتبقى تلاته. يبقى انا اذا اصبحت عندي الاصل، واصبح عندي الانتقال، واصبح عندي الصوره. يبقى اذا لازم اعرف مقدار الانتقال بتاعك قد ايه، الازاحه قد ايه في اتجاه السينات وفي اتجاه الصادات قد ايه. يبقى لازم اجمع النقطه بتاعتي زائد الاحداث بتاع الانتقال يديك الصوره. وتعالوا مع بعض نشوف مثال بسيط قوي. بيقول لي ارسم في مستوى الاحداثيات، ارسم في مستوى الاحداثيات الشكل الرباعي ا ب ج د، هو موجود في كتاب المدرسه في صفحه 27، في صفحه 28 رقم ب 28، بس هو رسم لك الشكل الرباعي وانا حبيت اجيبها لك مش مرسومه. تمام، 28 السؤال رقم ب، ارسم في مستوى الاحداثيات الشكل الرباعي ا ب ج د، ا النقطه 4 و5 وب النقطه 4 و2 وج النقطه 1 و2 ود 1 و4، ثم اوجد صورته بالانتقال. قيمة الانتقال كام؟ 3 وسالب 4. يبقى انا هعمل 3 حاجات. واحد، انا هرسم شبكة رباعية واحط النقط فيها. 2، هوصل النقط بتاعتي. 3، هعمل انتقال وبعد كده اجيب النقط الصورة بتاعتك. يبقى انت كده جبت الانتقال. يلا مع بعض نروح لمستوى الاحداثيات بتاعي. كرست رسم البياني اهي قدامي. يلا مع بعض يا ولادي، أول نقطة 4 و5، 4 أهي على السينات، معاها طبعا ده محور السينات وده محور الصادات الموجبة وده السينات الموجبة وده السينات السالبة وده الصادات السالبة. يلا مع بعض، أول نقطة 4 و5، 4 ومعاها 5 أهي، يبقى هي دي يا ولاد نقطة أ. نقطة ب 4 ومعاها 2، 4 ومعاها 2 أهي، دي نقطة الب، 4 ومعاها 2 اهي، 1 و2 الجيم 1 ومعاها 2 دي الجيم، اخر نقطة الواحد ومعاها 4، الواحد ومعاها 4 اهو، دي نقطة الدال. ولادي حبايبي وصل الشكل الرباعي ا ب ج د، يلا معايا هنوصل الشكل بتاعك اهو ا ب ب، وبعد كده هنوصل ال ب بالجيم، وبعد كده هنوصل الجيم بالدال، وبعد كده هنوصل الالف بالدال، اداني شكل رباعي طبعا ده شبه منحرف. بعد ما اداك الشكل الرباعي يلا يا ولادي حبايبي عايزين نجيب صورته. يبقى اول حاجه خدت نص درجه على الموضوع دوت، ايه حطيت النقط في الشبكه التربيعيه ووصلتها. يلا معايا عايزين نعمل انتقال. قبل الانتقال يا مستر استاذنك ناخد تليفون بنتنا مي من محافظه القاهره. الو، ازي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا مي، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام يا حبيبتي في الرياضيات؟ في حاجة ما انتش فاهمها؟ لا. كله تمام؟ حليتي كل كتاب مدرسة؟ ايوه بقى يعني حليت لغاية لما اللي خدمة انت واخدة تمام. ايوه لغاية لما واخدة مع حضرتك. فهمتي معانا الانتقال وازاي تجيبي طول قطعة مستقيمة؟ واخدة الانتقال في المدرسة يا مي؟ لسه. لسه يا مستر. طب فهمتي الانتقال معايا؟ تيجي يا مي اديك النقطة أ 4 و5. ماشي. تعملي انت انتقال؟ ماشي. يلا يا مي، أ 4 و5. هعمل الانتقال مقداره كام يا مي؟ حضرتك ممكن تعيد سؤال تاني؟ هو كتاب المدرسة قدامي كمي الأول؟ أهو. لا معلش. أنا كتبتها لك أهو يا مي. طب افتحيها عشان ما تساليش بس 28، صوت 28. مش معايا معلش. طب يلا يا مي. مي معايا؟ أيوه. مي. أيوه هنقول 4 و5 والانتقال 3 وسالب 4. يلا اعملي الانتقال ده يا مي. أول حاجة هتبقى 4 زائد 3. كام يا مي؟ 4 4 قولي الناتج على طول يا مي. 4 ناقص 3. لا زاد زاد. قصدي 4 زائد 3 هتساوي 7. ممتاز يا مي. 7. طب 5 ناقص 4. و5 ناقص 5 ناقص 4 كام؟ 5 ناقص 4 هنا اشارتين مختلفتين، هنطرح ونحط اشارتي الكبير. تمام يا مي. هتبقى هنا موجب 1. ممتاز يا مي. طب ب يا مي. مستر هتبقى موجب 1. كتبت لك موجب 1 بس الموجب ما بيتكتبش. صح يا مي؟ ماشي. يلا يا مي 4 و2 يا مي. ماشي حضرتك. بنفس القيمة يا مي. أيوة. ماشي؟ ماشي.
ماشي، هنقول 4 زائد 3 كام؟ بتساوي 7. يبقى ب شرطة، ب شرطة بتساوي 4 زائد 3 بتساوي 7. تمام يا مي. واتنين ناقص أربعة يا مي، واتنين ناقص سالب 4 برضه هنا هنطرح ونحط الشرط الكبير، يبقى كام يا مي؟ هتبقى سالب 2. انت بنت شاطرة قوي يا مي. طب جيم يا مي. ماشي يلا، 1 و2 اعملها انتقال. 1 و2 هنقول 1 زائد 3 بتساوي 4، هتبقى جيم شرطة، يبقى جيم شرطة. 1 و3 4، ها، و2 ناقص 4، و2 ناقص سالب ناقص سالب 4 هتبقى، اللهم صل على النبي، هتبقى سالب 2. ممتازة يا مي. آخر نقطة يا مي، الدال كام يا مستر؟ الدال يا مي كام؟ 1 و4. 1 و4 يبقى 1 زائد 3. ممتازة يا مي. كام؟ زائد 4. 1 زائد 3 بتساوي 4. تمام يا مي. 4 ناقص سالب 4 بتساوي 0 عشان هنا المعكوس الجمعي. المفروض نقول 4 ناقص 4 على طول يا مي. ماشي؟ ماشي، هتبقى هنا 0 عشان المعكوس الجمعي. مش طيب يا مستر. أشكرك يا مي، أنت بنت شاطرة وممتازة، وشكرا على مشاركتك معانا. أتمنى. عايز أسأل سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. معلش يا مستر، س ناقص 1 على 4 بتساوي 5 على 3 أرباع، ممكن حضرتك تشرحها تاني؟ اللي احنا قلناه في بداية حلقتنا؟ حضرتك معلش اشرحها تاني. طيب هنكمل الانتقال يا حبيبتي وانا اشرحها لك تاني، في أي حاجة مش فاهمها؟ ايوه بس دي اللي عايز حضرتك بس هنقولها بعد ما نخلص بس السؤال بتاع الانتقال. بس يا مي بعد ما احط النقط على الشبكه وبعد كده حبيبتي اللي انت عايزاه. كل تحياتنا لبنتنا مي، بصراحه جاوبت اجابه بتركيز واجابه نموذجيه، شكرا يا مي ومع السلامه بنتي، مع السلامه. كده يا مستر احنا قلنا بقى جبنا صوره الف الف شرطه وب ب شرطه بالانتقال اللي هو كان مدينا 3 وسالب 4. وجيم شرطه وده شرطه نحطهم بقى. نرجع بقى نرسمه تاني على الشبكه التربيعيه مساعد السياق. تمام. الف شرطه هي النقطه 7 و1. 7 معاها 1 اهي. معايا يا ولادي حبايبي، يبقى هي دي الف شرطه. ب شرطه 7 وسالب 2، 7 ومعاها سالب 2 يبقى تحت اهي معايا، يبقى دي ب شرطه. ج شرطه 4 وسالب 2، 4 ومعاها سالب 2 اهي، هي دي ج شرطه. د شرطه 4 ومعاها 0، 4 ومعاها 0 د شرطه. يلا يا ولادي وصلوهم ببعض، وصل كل نقطتين ببعض جنب بعض، يبقى الف شرطه ب ب شرطه اهي، وب شرطه ب ج شرطه اهي، وده شرطه ج شرطه بدال شرطه اهي، واخر حاجه الف شرطه بدال شرطه اهي. طب ولادي حبايبي بعد ما عملنا الانتقال ايه رايك؟ تعرف تقول لي خواص الانتقال ايه؟ ايه خواص الانتقال ده يا مستر؟ يعني ايه اللي حصل بعد ما عملت الانتقال؟ اولا القلم دوت لما ننقله من مكان لمكان ما تغيرش شكله، يبقى الانتقال بيحافظ على الاطوال. يعني ايه بيحافظ على الاطوال؟ لو قطعه طولها 6 سم ونقلتها اكيد هتطلع 6 سم. لو مسطره دي نقلتها من الصاله لاوضه النوم هتتنقل تروح مسطره برضه، مش هتروح تبقى حاجه تانية. يبقى الانتقال يحافظ على الابعاد بين النقط. الانتقال يحافظ على التوازي. يعني يحافظ على التوازي، يعني دايما هتلاقي ان الف الف شرطه بتوازي به به شرطه. الانتقال يحافظ على الابعاد بين النقط، يحافظ على قياسات الزوايا. حد فيكم يعرف ان انت لو قست فوق زاويه ب هتلاقيها تحت قد زاويه ب شرطه؟ تمام. يبقى من خواص الانتقال يحافظ على الابعاد بين النقط، يحافظ على التوازي، يحافظ على قياسات الزوايا، ويحافظ على البينيه اللي هي قدامك، الشبكه البينيه دايما بتكون الاشكال متباينه مع بعضها اكنها اتقسمت بمحور تماثل قطع الاثنين شبه بعض. كان دوت اللي هو الانتقال. وعايزين نشوف مثال اللي بنتنا قالت عليه مستر يسري. مي من القاهره كان طلبت ان احنا نعيد السؤال المعادله تاني اللي جابته لنا الحلقه اللي فاتت فاطمه من سوهاج. انا بس عايز اقول حاجه، نهتم بكتاب المدرسه، السؤال خارج كتاب المدرسه، ولكن في فكره جميله هنعيد الشرح تاني. المعادله بتقول لي س ناقص 1 على 4 بيساوي 5 و3 ارباع. 5 و3 ارباع. معايا انا مي بقى بالراحه كده، واحده واحده تاني. تمام. الطرف الايمن يا مي اهو س ناقص 1 على 4. هرفع الكسر في الطرف الايسر. 5 و3 ارباع يا مستر، 7 4. 5 و3 ارباع. تمام. هرفع الكسر في الطرف الايسر. 5 في 4 ب 20 وحط عليها 3 تبقى 23. تمام. يبقى 5 في 4 ب 20 و3 23. في قاعده بتقول لي لو المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط. او اعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطي. يبقى لو انا قلت يا مي ان المقام بيساوي المقام ترد تقولي البسط بيساوي البسط، يبقى س ناقص 1 ب 23. ها العدد اللي شلنا منه 1 بيساوي 23 يبقى 24. اضافه 1 الى الطرفين فالس هتطلع بتساوي موجب 24.
يبقى رفعنا الكسر يا مي، 5 في 4 ب 20 و3 23، المقام بيساوي المقام فيبقى البسط بيساوي البسط، س ناقص 1 ب 23 يبقى س بتساوي قيمتها 24. عرفنا الانتقال وحلناك سؤالك يا مي. بكده يكون المسافه والانتقال خلصوا. بس مستر يوسف معاها برضو مساله جميله قوي على الانتقال هنستفاد بيها جامده جدا. يلا انقل معايا. اتفضل يا مستر يوسف. شكرا مستر ابراهيم، بس انا باكد على ابنائي ما تزهقش واحنا مش هنزهق، احنا مستعدين نعيد شرح المساله مره و22. اهم حاجه بعد الحلقه يكون كل حبايبنا اللي بيشوفونا فاهمين احنا بنقول ايه، لا تتحرج ولا تكسل ولا اي حاجه خالص. نرجع تاني بقى نهضم ونفهم قوي موضوع الانتقال، لانه لازم يجي لك منه سؤال في اخر السنه ان شاء الله. شوف معايا، بيقول لي ارسم في مستوى الاحداثيات المثلث الف ب ج فيه الف الزوج المرتب 4 و2، ب الزوج المرتب 1 و2، ج الزوج المرتب 1 و5. بعد ما ترسمه اعمل له صورته بالانتقال اهو، ثم اوجد صوره المثلث الف ب ج بالانتقال س ناقص 5 وص ناقص 3. تعالوا الاول نرسمه ازاي يا مستر؟ زي ما قلت لك قبل كده في المثال اللي انا شرحته لك، النقطه بتترسم بزوج مرتب. ادي مستوى الاول، نجيب الاول مقدار الانتقال عشان نرسم كله مع بعض. مقدار الانتقال س ناقص 5 وص ناقص 3. الف صورتها بالانتقال الف شرطه، نكتب كده. ايوه نكتب كده، بتساوي 4 سالب 5 و2 سالب 3. الاربعة والاثنين كانوا احداثي النقطة الف. بعد 4 ناقص 5 و2 ناقص 3 بقى احداثي النقطة الف شرطة اللي هي صورتها بعد الانتقال. زي ما مي وهي بتشرح لنا قالت موجب وسالب واشارة الكبير ونطرح، الكلام جميل طبعا، هيبقى سالب 1 وسالب 1. اذا صورة الف اللي كانت 4 و2 بقت الف شرطة سالب 1 و1. طيب نجيب به شرطة. ب شرطه 1 ناقص ب كانت الاول ايه؟ خليك بالك معايا 1 و2. طب انا عايز ب شرطه، يبقى 1 ناقص 5 و2 ناقص 3. انا بعمل ايه يا شباب؟ انا بشيل س واحط المستوى السيني بتاع ب، وبشيل الصاد وبحط المستوى الصادي بتاع ب برضه. خلي بالك، واحد يقول لي طب انا ممكن اخد الس مكان الصاد وصاد مكان الس؟ اقول له لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ انا قلت لك ان الزوج المرتب في احداثي اول واحداثي ثاني، احداثي السيني مع احداثي الصادي، يبقى الس مع الس والصاد مع الايه؟ مع الصاد. يبقى ب شرطه هتساوي 1 سالب 5 اشاره الكبير ونطرح، يبقى سالب 4 وسالب 1. اخر نقطه لانه مثلث، ج شرطه صوره ج اللي كان احداثيها 1 و5، يبقى ج شرطه 1 سالب 5 و5 سالب 3 هيدينا سالب 4 و2. انا عملت ايه؟ انا جبت الانتقال عشان لما اروح على المستوى الاحداثي ارسم بقى المثلث اللي هو ا ب ج، وارسم صورته بالانتقال اللي هو المثلث ا شرطه ب شرطه ج شرطه. نيجي على مستوى الاحداثيات نفس الفكره اهيت. ادي محور السيني وادي محور الصادي وادي النقط بتاعي، ادي خالص اهوت. وبنعمل النقطه الاولانيه اللي هي الف 4 و2 ونكتب جنبها يا جماعه، ومش عيب ان انا كمان اعمل الزوج المرتب بتاعها جنبها. وادي نقطه ج وادي المثلث بتاعي الف ب ج، ده المثلث الاصلي. وقبل ما نقول لكم بقى الانتقال وصورته، معانا ابننا كرولوس من القاهره. الو. أنا مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. وحشتنا يا كرولوس. وانت كمان يا مستر. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. في حاجه ما انتش فاهمها يا كرولوس؟ لا يا مستر، عايز اتسال في الانتقال. عايز تتسال في الانتقال؟ اه. طيب انا، طب خليك تابعنا وانا هسالك سؤال في الانتقال. ماشي. ماشي، خليك بس معانا كده الاول. نجيب صوره المثلث الف شرطه يا جماعه، كانت سالب 1 وسالب 1، وب شرطة سالب 4 وسالب 1، وج سالب 4 و2، وادي المثلث اهو. ملاحظين معايا حاجة يا كرولوس أنت وأبنائي؟ إن المثلث أ ب ج هو المثلث أ ب إيه؟ أ ب إيه يا كرولوس؟ أه يا مستر. المثلث أ ب ج هو شكله ومساحته وأطوال أضلاعه المثلث أ شرطة ب شرطة ج إيه؟ ج شرطة، مش كده؟ أيوه يا مستر، عشان الانتقال بيحافظ على الشكل. انت كده متابعنا ولسه مستر قال الكلام ده. السؤال لكرولوس بقى، السؤال لكرولوس، هل يا مستر ممكن يديني الرسمه ويطلب مني مطلوب تاني؟ اه ممكن يطلب منك مطلوب تاني. اللي انا هطلبه لكرولوس مساحه المثلث ا ب ج. كرولوس انت شايف الشاشه كده قدامك واضحه يا جماعه؟ اه. انا راسم المثلث اهو، المثلث الاولاني ا ب ج رسمته بمستوى احداثي، ورسمته صورته بالانتقال ا شرطه ب شرطه ج شرطه. انا عايز مساحه المثلث ده قائم يا كرولوس طبعا. قائم في زاويه ب.
يا كرولوس سامعينك. ايوه مستر، طب انا اقول كده السؤال تاني. عايزين مساحة المثلث يا كرولوس. اللي قدامك ده كرولوس اللي هو ألف ب ج الأصلي. عايز مساحة المثلث ألف ب ج اللي هو فيه زاوية ب قائمة. يبقى مساحة المثلث مجموعة طول أضلاعه. كده كرولوس إيه؟ كده يا كرولوس؟ لا يا مستر، لا لا، مساحة المثلث ثانية يا مستر. أيوه أولها نص. تكر. نص. النهارده المساعدات كتيرة يا مستر، خلي بال حضرتك كرولوس ده كان بيجاوب كل اجابتنا صح. يا كرولوس نص ايه؟ يا جماعة ايوه شاطر، هتيجي اهي نص القاعدة، يلا يا عم علينا نص القاعدة والتاني عليها في الارتفاع. كرولوس ايوه انت نمت ولا ايه يا كرولوس بقى؟ احنا بنحيي كرولوس. بص يا كرولوس تابعني بقى وخلي بالك عشان اشرح حالك اهو، تمام؟ ماشي بابا احلها لك. طيب ماشي قول. ماشي يا سيدي قول. ها مساحة المثلث ا ب ج. المستر ابراهيم قال لي نص القاعده. القاعده اللي هي قالت بيه طولها كام يا كرولوس؟ نص القاعده في ايه؟ طب ممكن توريني الصوره؟ اهي يا حبيبي. ايه كرولوس على الشاشه؟ واحد اثنين ثلاثه، والارتفاع اللي هو بيجيم واحد اثنين ثلاثه، يبقى نص كام في كام؟ بالظبط. يبقى نص كام في كام؟ نص القاعده في الارتفاع. يعني نص الثلاثه في ثلاثه. وبنحييك يا كرولوس، برافو عليك. كل حلقه بقى بتصل عشان اديك سؤال. ماشي؟ شكرا ليك ابننا كرولوس بيتابعنا. بس انا عايز اقول لكم حاجه بقى، المساحات واخدينها الصف الخامس في نفس التوقيت في وحده المساحات، مساحه المثلث نص طول القاعده في الارتفاع. يا جماعه الرياضيات تراكميه، يعني ايه؟ يعني واحد يقول لي ده مساحه المثلث في الصف الخامس في الصف الرابع احنا عايزينها ليه؟ لا، عندك مساحه المثلث يا ريت تكتب ورايا بيساوي نص طول القاعده في الارتفاع. يلا يا كرولوس، عشان كرولوس قال لي محيط المثلث. مساحه المربع ليه قانونين، مساحة المربع طول الضلع في نفسه ونص حاصل ضرب طوله قطرين، وقطرين المربع متساويين. مساحة المعين ليه قانونين، طول القاعدة في الارتفاع أو نص زي ما قال لنا مستر إبراهيم حاصل ضرب طوله قطريه. مساحة متوازي الأضلاع ليه قانون، طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المستطيل الطول في العرض. يبقى ممكن يقول لك هات الانتقال وهات مساحة الشكل اللي عندك، لازم تكون عارف القوانين. نرجع تاني لمستر إبراهيم. اتفضل يا مستر إبراهيم. في كتاب المدرسة يا ولادي حبايبي في صفحة 29 أسئلة الاختياري، بس أنا شلت لك أسئلة، شلت لك الاختيارات ونحلها على إنها أسئلة إكمال عشان نعملها بالخطوات. 29 رقم 5. 29 صورة رقم 5، اختر الإجابة الصحيحة. فعلا أسئلة جميلة قوي. يلا معايا السؤال الأولاني، بيقول لك سورة النقطة، سورة النقطة 2 وسالب 1 بالانتقال 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات. طالما قال لك 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى حضرتك بتجمع 3 على السين اللي عندك، 2 وحط عليهم 3 يبقى 5. طب والصاد ما جابش سيرتس، يبقى 5 وسالب 1. يبقى انتقال 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات، هضيف 3 على الاتجاه الموجب لمحور السينات. السؤال الثاني بيقول لك سورة النقطة، معايا يا اولاد حبايبي، سالب 3 و 4 بالانتقال 4 وحدات في الاتجاه السالب لمحور الصادات. لما يقول لك 4 وحدات في الاتجاه السالب، يبقى حضرتك بتطرح 4 من محور الصادات. يبقى النقطة عندك اللي هي سالب 3 و 4، طالما قال لك الصادات بتنزل السين زي ما هي، وبنطرح 4 من الاتجاه السالب لمحور الصادات. يعني اتجاه سالب يعني بطرح، اتجاه موجب يعني بجمع. يبقى 4 ناقص 4 هتديني 0، يبقى سالب 3 و0. طيب مع بعض نشوف السؤال اللي بعديه. استاذنك يا مستر برضه قبل ما نكمل، معانا التليفون ومحافظه القلوبيه واخده معانا في حلقتنا النهارده نصيب الاسد، معانا عزه. الو الو الو. بص يا عزه، اوطي التلفزيون يا حبيبتي واسمعنا من التليفون. الو. اي عزة يا عزه سامعيني يا حبيبتي؟ سامعينك يا بابا والله. وطي التلفزيون. ازيك يا عزه؟ موطياه خالص، اوعى تكوني معلياه، وطيه خالص. موطياه خالص. تمام. اخبارك يا عزه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. فهمت اللي احنا قلناه في الحلقه النهارده؟ في حاجه ما انتش فاهمها؟ لا. طب عندك سؤال؟ لا. طب عايزه طب عايزه حاجه؟ لا. عايزه مع السلامه يا عزه، باي باي. ايه عزه؟ عايزه تسيله يا مستر. يا عزه. يلا عشان انا اسالك سؤال اهو مع مستر ابراهيم. انت بتتصلي بمين يا عزه؟ إيه؟ عزه انت بتتصلي بمين؟ استنى، بتكون بتتصلي بحد غلط يا عزه. ايوه يا استاذ. حضرتك بتتصلي بمين يا عزه؟ بتتصلي بمين؟ برنامج هندسه على الهوا؟
طب يا عزه خليكي معايا. يا بقى بص يا حبيبتي اللي بيتصل لا يسال لا يتسال، انت بتقولي مش عايزه كده ولا عايزه كده. مش عايزه حاجه بس يعني. طب باي باي يا عزه. لا يا عزه. عزه. يا عزه. ايوه يا خليكي معايا عزه اسالك. سلام يا مستر بقى سلام. سلام على حضرتك. انا بقى لازم اتعبك زي ما انت تعبتيني. اتفقنا؟ شايفه السؤال اللي على الشاشه قدامك؟ صوره. يلا يا عزه معايا. ايوه يا عزه. سورة النقطة. ثلاثة وخمسة بالانفصال. سين. وصاد ناقص واحد. هي كم يا عزة؟ يلا هاتيها بقى عشان نقول عليكي بنت شاطرة. ها؟ ايوه شاطرة. سين تزيد اتنين. ها؟ طيب احنا بنشكر عزة، واضح ان عزة جنبها اخوها معاكسة، بنشكرك يا عزة. وتابعينا كل حلقه كده ونستنى منك تليفونات. شكرا يا عز من القليوبيه. يبقى يا مستر احنا بناخد الانتقال وسؤال الاكمال. ده سؤال جميل جدا. تمام. حضرتك بس قلت لنا نقطه حلوه جدا في السؤال رقم الف، ان احنا ملناش دعوه بمحور الصادات عشان قلل الاتجاه في محور السينات. خلينا نشتغل كله على سين ونجمع بالموجب. طب رقم جيم يا مستر حضرتك بتقول سوره النقطه 3 و5 بالانتقال سين زائد 2 وصاد ناقص 1. اتفضل يا مستر ابراهيم. يبقى 3 زائد 2 هتديني 5، وخمسة ناقص واحد هتديني أربعة. طيب معايا أنا هركن السؤال رقم دال والسؤال رقم واو دلوقتي. هعمل لك هي وبعد كده أديك الاثنين بقى. هي يلا. تمانية وسالب عشرة اعمل لها انتقال سالب تلاتة وأربعة هتديني كام؟ ها تمانية ناقص تلاتة تديني خمسة، وسالب عشرة زائد أربعة تديني سالب ستة. سبت دال وسبت واو، هنعملهم حالا. ادي دال ودي واو. ايه المشكله مثلا؟ انت ليه سبت دال؟ لان دال بقول لك اوجد سوره النقطه كام وكام بالانتقال هي. يبقى انا اديتك هنا عندي الانتقال وعندي الصوره، يبقى الاصل هو اللي مش موجود. طب هنحط على الاصل سين وصاد. سين وصاد هنحط على الاصل سين وصاد. المفروض لما اجمع النقطه اللي هي سين اطرح منها 3 المفروض هتساوي سالب 5، صح ولا لا؟ مش انا هطرح منها 3، يبقى المفروض س ناقص 3 هتساوي سالب 5. طب والثانيه ص زائد 4 هتساوي 11، لانك المفروض طرحت من دي 3 وضفت على دي 4، بقت معادله عاديه يا ولادي حبايبي، عاديه باضافه 3 في الطرفين، يبقى س هتطلع بسالب 2. سالب 5 زائد 3 هتطلع سالب 2، وص هتساوي 11 ناقص 4 هتساوي 7. يبقى انا جبت النقطة الاصلية هي نقطة سالب 2 وموجب 7. جرب كده اعمل لها انتقال. ادي سالب 2 وادي 7. يلا يا اولاد نعمل لها انتقال. سالب 2 نقص منها 3 بس سالب 5. 7 زود عليها 4 تبقى موجب 11. يبقى اعملها معادلة عادية جدا. طيب السؤال الأخير بقى اللي هو رقم واو. نفس الحكاية، اعملها لي معادلة. اعملها معادلة، أنت خدت المعادلات. يلا. هنقول له إيه بقى؟ صورة النقطة 1 وسالب 3 بالانتقال، ما أنا معاش عندي الانتقال، خلاص س وص. المفروض بجمع النقطة مع الانتقال تديني النقطة للصورة، يبقى واحد زائد سين تساوي واحد. طيب تمام. وسالب تلاتة زائد صاد بتساوي صفر. يلا بطرح واحد من الطرفين، يبقى السين لما اطرح منها واحد ده يتشال، وما اطرح منها واحد واحد ناقص واحد تديني صفر. طيب هنا بإضافة موجب تلاتة في الطرفين، يبقى الصاد هتساوي موجب تلاتة، يبقى الانتقال بتاعك صفر وتلاتة. يبقى قيمة الانتقال بتاعي هيكون صفر وتلاتة، واختار الاختيار بتاعي اللي هو صفر وتلاتة. يبقى بكده يا ولادي احنا جبنا النقطة، اديتك الاصل واديتك الانتقال، وانت طلعت الصورة. كل الاربع مسائل كانوا مباشرين. اخر مثالين اللي احنا ركناهم كان الصورة الاصل مش عندك والانتقال عندك والصورة، فعملناه عملنا معادلة. طيب اللي بعديها بقى، اللي بعديها لا كان عندي الصورة وعندي الاصل وما عنديش الانتقال، برضه نفس الحكايه. حطيت س وصاد وعملت معادله. قد ايه الانتقال ده؟ قد ايه افتكر كده يلا. الانتقال ما بيغيرش في حاجه، يعني انت بتنقل الحاجه من مكان لمكان، مش معقول تتغير شكلها ولا زاويتها ولا طولها ولا شكلها ولا اي حاجه. بنوصل معاك يا مستر مع ابنائنا لنهايه حلقتنا، بنشكرك شكرا جزيلا مستر ريم. شكرا. شكرا ليك يا مستر يوسف، شكرا لكل اولادنا حبايبنا، واشكركم على حسن استماعكم. يا رب من حال الى حال ولا احسن الاحوال. شكرا ليكم، دمتم بحفظ الله وامني.
ابنائي احبائي استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله، وما تنسوش معايا سؤال حلقتنا النهارده من كتاب المدرسه اللي مش هكتبه على الشاشه عشان ملاحظ ان كتاب ممهمل. سؤال الحلقه صفحه 28 رقم 4 الف. سؤال حلقتنا النهارده صفحه 28 رقم 4 الف. زي ما بدات حلقتي بكل سنه وانت طيبه يا امي وكل امهات، بنهيها بكل سنه وانت طيبه يا امي وكل امهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.